خلينا بعد الفاصل، رجعتوا لنا عشان استقبلنا نجوم الغطس في النادي الاهلي وتحقيق انجازات داخل او ميداليات في دولاب بطولات النادي الاهلي. خلينا نرحب بالكباتن او نجومنا الكبار كابتن زياد يسري. بنرحب بيك كابتن زياد، منورنا ومشرفنا. وعنا كمان نجمه كبيره كابتن مريم هشام، منورانا ومشرفانا. شكرا. وتجديد التحيه للكابتن طارق الصغير مدير جهاز السباحه التوقيعيه والغطس في النادي الاهلي. كابتن طارق، اهلا بك كابتن خالد، ربنا يخليك. عرفنا بالجمله اللي معانا. زياد يسري، لعيب من ناشئي النادي الاهلي ومن ارجل اللعيبه في النادي الاهلي، وعنده روح حديديه. الاثنين لعب عمومي وهم عندهم 17 سنه دلوقتي. يعني انا عندي لعيبه العمومي كلها ما فيش الا بلال اللي كان معانا في 20 سنه، ده اللي سنه وصل لمرحله العمومي. بقيه اللاعبين سواء زياد او مريم او الاثنين اللاعبين اللاعبات اللي هيخشوا بعد كده هم كلهم بيلعبوا في ناشئين وبيطلعوا يلعبوا في الدرجه الاولى. يعني انا كسبان الدرجه الاولى سيدات بالناشئات بتوع النادي الاهلي بالاضافه لي مع عبد السلام. فزياد طبعا لعيب مميز جدا. مريم هشام لعيبه معجزه، كانت زايده الوزن جدا، لعيبه تشوفها ممكن تقول عليها هتبقى لعيبه غطس. اصرار رهيب في ظرف سنه او سنه ونص، حاجه زي ما انت شايف كده ما شاء الله عليك، بتنط كويس، عندها فنيات عاليه جدا، بتسمع كلام المدرب بتنفذ، بالتالي وصلت ان هي بتعلق ميداليات، فدي حاجه شرف ليها قبل ما يكون شرف لينا. مريم هبدا معاكي، الاصرار المستمر من حضرتك هو اللي حقق الانجاز. استعديتي ازاي البطوله اللي فاتت؟ فيش، كنا بنشتغل فيتنس كتير وبنجري طبعا وبس، كنا بنعمل بقى الاساسيات بتاعه النطاط وكده، فنعملها بعدين نبدا ندخل الحركات. بكلمك بصراحه شديده كابتن طارق، داس على موضوع اصرارك وعزيمتك، جيت اخدتي مين الاصرار والعزيمه ده؟ من الكباتن. من الكباتن. الكباتن هم اللي بيدوكي الكلام ده. ما شاء الله عليكي. والفتنس عندك عادي، بتجري عادي مفيش مشكله؟ بحب الجري. زياد الموضوع مختلف معاك، الفتنس ولا الغطس هو الاحسن عندك؟ لا، هو الفتنس يعني لازم نبني فتنس عشان نقدر ننط في الميه. احنا من غير فتنس ما نقدرش نعمل حاجه في الميه، هنبقى زي لعيب اي لعيب عادي كده جه. اما بالفتنس هنبقى لعيبه التوب اللي هم المتميزين وكده. قول لي، حققت اتنين ذهب وواحده مختلط، كله في ال 10 متر تقريبا، مظبوط كده؟ وفي ال 3 متر تمام. الايفنت ايه الاحسن بالنسبه لك، ال 10 ولا ال 3 مختلط ولا ال 3 متر مختلط؟ انا بحب ال 10 متر، يعني انا بحب انط من على ال 10 قوي، يعني انا عشان عندي انتري وكده، فبحب ال 10 عن ال 3. يعني هو مريم، هو سؤال عادي، هو ال 10 متر كده تنطي عادي ما بيكونش عندك قلق في اي حاجه؟ ده انا طلعت 10 متر مره، بصيت تحت نزلت جري. ايه قولي لي، هي صعبة بس هي يعني وانت بتنط هي حلوة. يعني احساس حلو. يعني البطولة اللي فاتت دي كنت أول مرة أطلع 10 وأنط في بطولة بقى 10 وحركات. لا لا، أنا عايز أسألك سؤال، قولي لي إحساسك وانت نازلة من فوق ال 10 متر في المية. لا اديني إحساس، يعني عايز أعرف بصراحة، تقولي حاسة بإيه فعلا ولا تكوني مركزة في النطة نفسها؟ لا، ببقى مركزة في النطة، لو لازم أطلع صح علشان دي 10 متر، يعني دي 10 متر ما فيهاش هزار. يعني الكرباج بتاعها وحش. الكرباج بتاعها وحش. زياد، اخدت الثقه ازاي في ال 10 متر عشان تطلع ال 10 متر؟ هو من وانا صغير، من وانا 8 سنين كده بدات اول مره انط برجلي، واحده واحده مع السنين مع الكباتن طبعا بيدوني ثقه وانا بنط في اول نطه عشان بتبقى حاجه جديده عليا. فهم الثقه بتاعتهم انا باخدها واطلع انط، وانا كده كده ببقى يعني واثق فيهم، هم مش هيطلعوني حاجه، هم عارفين ان انا هعملها مش هتكربج. فانا ببقى واخد الثقه دي منهم. خدت كرباج قبل كده في الميه وخدت؟ طبعا خدت كتير. انا خدت كرباج من 10 متر على 3 ايام بكح دم بس، اقسم بالله كنت تعبان فيه صراحه. الف سلامه عليك. كابتن طارق الصغير بينط معاك ولا ما يطلعش؟ بينط ساعات، بينط من متر صح؟ كابتن بتنط 10 متر بعلي عزه على طول، ما فيش. كابتن طارق، اكيد البطولات المحليه ليها عامل، لكن البطولات الخارجيه اللي بتطلعوا لها ليها عامل مختلف. سافرتوا لبطوله دوليه في هولندا وحققتوا كمان المركز الثاني، عايز احكي على البطوله دي شويه. البطوله طبعا ايندهوفن دي بطوله مهمه جدا بره، ذات اهتمام من كل دول اوروبا بيشتركوا فيها سواء منتخبات او انديه. يعني هي البطوله مش منتخبات بس او انديه بس، جماعيه، منتخبات مع انديه. فالبطوله الاخيره دي يمكن كانت اصعب بطوله
بالنسبه لنا بس احنا اكتسبنا كمان فيها خبره بعد البطوله الاولانيه اللي احنا اشتركنا فيها. كنا واخدين مركز ال11. البطوله اللي فاتت دي كان حوالي 63 فرقه مشتركه ومنتخب فرقه ومنتخب. احنا كمان كابتن طارق لما ظبط الاعمار السنيه احنا يمكن البطوله الاولانيه ما اشتركناش في كل الاعمار فبالتالي دي كلها ابنات بتروح عليك. لكن لما اشتغلنا فول تيم واشتغلنا وحققنا حاجات كويسه عملنا نتيجه كويسه وطلعنا المركز الثاني. ويمكن كان فارق يمكن مها عبد السلام اللعيبه دي مها عبد السلام ما كانتش موجوده معانا. مها عبد السلام لو كانت معانا كنا خدنا مركز اول. بس هي كان عندها معسكر اعداد في امريكا ما قدرتش تيجي معانا طبعا البطوله. فبالتالي احنا حضرنا البطوله ديت خدنا فيها مركز ثاني حاجه اسعدتنا جدا. الاولاد استفادوا زي ما قلت لحضرتك اللاعبين استفادوا انا طارق الصغير استفدت وانا قاعد بتفرج على التنظيم وازاي انظم. منظومه حاجه جميله بره حاجه جميله من اول ما بتدخل لحد ما بتستلم الورق ويقول لك مع السلامه احنا متشكرين لحضرتك من جديد. عايز اسالك سؤال صراحه بصراحه شديده احنا كنا بنشارك البطولات المحليه ليه خرجنا للبطولات الدوليه وهل ده فرق مع اللعيبه عندنا يعملوا ايه بدايه الطفره اللي انت بتتكلم عليها وعندك اهداف ثانيه في السفر للخارج ولا لا؟ طبعا ده السفر للخارج ده اولا بيديني دفعه او بيدي الاولاد دفعه ان هم يشتغلوا في البطولات المحليه واخد بالك؟ بتحقق بره بتبقى جاي عايز بتبقى فيه عايز استمراريه للتحقيق دوت فبالتالي تيجي هنا بتشترك بيشتركوا في البطولات المحليه عاملين شغل كويس بيحققوا نتيجه كويسه. ده اكيد مجلس الاداره واقف ورانا في كل حاجه. اول ما بنطلب السفريه انا المره اللي فاتت لما جينا التسجيل اللي فات واحنا بنلعب بطوله الجمهوريه قبل ما نخلصها كنا مقدمين على بطوله ايند هوفن اتوافق لنا عليها من قبل ما نخلص البطوله واتبلغنا بيها واحنا في البطوله في البطوله الاولانيه. فده وقوف جامد جدا دعم جامد جدا مجلس الاداره في حاجات كمان عايز اقول عليها عشان تجيب لفرقه الغطس بوردات ب 4 مليون جنيه دي حاجه برضو يعني هو جايب لك ست بوردات كان ممكن يجي يقول لك خد بوردين او ثلاث بوردات وخلاص وتشتغل عليهم مشتغل عليهم بس هو جايب لك الست بوردات اللي انت حضرتك طلبتهم بتنفذ مايوهات لبس ترنجات كل حاجه تسلم كل الاجهزه المعاونه في ميعادها واخد بال حضرتك مفيش حاجه الحمد لله ناقصانا موفرين لنا كل حاجه بامانه يعني بامانه انا مش متعود اطلع اشكر ولا بطلع بس انا بكلم بامانه ده دور مجلس اداره ودور كابتن رؤوف كمان واقف ورانا جامد جدا شايفين في نتيجه بتتحقق وبالتالي انت بصراحه انا من ايام زمان وانا كنت لعيب ما كنتش بسمع يعني الغطس ده كان حاجه كبيره قوي في النادي وبعد كده شويه طفى وشويه فعلا بدا ينور بدا يقوم تاني الحمد لله رب العالمين سواء انا موجود او غيري موجود انت سايب دلوقتي عندك قاعده ناشئين كويسه جدا قاعده براء تقوم اي حد ومعاك مدربين اي حد موجود هينجح بالناس دي ما شاء الله. مريم ايه الفرق بين الغطس والمظلات؟ ايه موضوع المظلات ده مريم قولي لي. ما فيش هو انا اخواتي كانوا بيلعبوا مظلات بس هم ولدين كويس بس فانا كان عندهم بطوله فانا رحت اتفرج عليهم كان بطوله كانت فيتنس كانوا في حاجه اسمها ضاحيه اللي هي جري كويس بس فانا رحت قلت لي بتحب الجري صح؟ لا انا بكلم عن المظلات اللي بتنطي من الطيارات وكده ازاي نطيت مرتين فانا لما رحت لقيت في بنات ها بس فقلت لبابا انا عايزه اروح فرحت بقى عايزه تحكي لي موضوع النطه من المظلات شفتي خرجنا من الغطس ونتكلم على المظلات بتاعتك عايزه يعني بتنطي ازاي الاحساس برضو الطيران كل ده في الهواء وقت ما تنزلي على الارض لا ببقى خايفه جدا بس مجرد ما بخرج من باب الطياره خلاص يعني ما ايه بقى خلاص لا ما فيش خلاص ببقى فرحانه لو انا في الجو بقى مفيش فعلا بتفكري ايه وانت في الجو كده احكي لي يا مريم شويه يعني بتفكري ايه وانت في الجو لا ببقى يعني لا الواحد بيبقى خلاص هو في الجو كده طاير يعني شعور مختلف لو الزرار علق بقى تعملي ايه؟ دي اول حاجه تيجي في اسالها انت بقى الزرار لو علق بتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ في مظله احتياطي في واحده احتياطي يعني في واحده اساسيه واحده احتياطيه في بيزك بس قول لي بتعمل ايه يا زياد؟ ثانويه عامه؟ وكمان رياضه ما شاء الله عليك في الرياضه بتعمل ايه؟ بتوفق الاثنين زي ببعض وده الفضل ده يرجع لبابايا ومامتي الصراحه هم بيساعدوني كتير قوي في الموضوع ده يعني بابايا صح الفتره اللي فاتت تعب معايا قوي يعني كان بياخدني من التمرين يوصلني على الدرس جري مع انه بيكون لسه خارج من شغله ومامتي برده نفسك والله صراحه انا بشكرهم قوي اللي هم تعبوا معايا الفتره اللي فاتت كتير زياد يا كابتن خالد بيمثل لي انا كطارق الصغير احمد كابتن احمد بتاع لعيب كره القدم الباك اليمين هو ده احمد كابتن احمد فتحي
هو ده احمد فتحي بتاع الغطس. راجل ما فيش حاجه اسمها يقول لك لما يجي يقول لك انا مصاب اعرف ان هو فعلا مصاب. قلما لما يصاب وقلما في لما يشتكي كمان بطوله من البطولات نزل على الميه كده نزل كده على الميه وبعد ما البطوله خلصت طلع ادى الحركه في وجود الناس كلها عشان يقول للناس ان انا بعمل الحركه. وانا اسف للمقاطعه بس انا كمل. لا خالص نكمل. يعني بشكر فيك جامد جدا برضو الاصرار العزيمه عجباني يا جماعه. الاصرار والعزيمه دي مش بنعلمهم بالسهل، مش بيتعلموا في النادي الاهلي بالسهل، الناس بياخدوها من الصغر بيلاقوا الاكبر منهم فدايما عندهم اصرار وعزيمه. عشان كده ما شاء الله النادي الاهلي دايما انجازات وبطولات. نكمل يا كابتن زياد والتوفيق بين الدراسه والرياضه. الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت كنت مركز في التمرين الصراحه عشان كنت فرحان قوي ان انا هلعب عمومي بعد ما تاهلت من الناشئين. فكنت مركز في الرياضة أكتر من المذاكرة. بس الحمد لله لما لعبت العمومي ربنا وفقني. أي نعم ما جبتش مركز بس جيت بعد الثلاثة الأوائل اللي هم الأعلى ناس في مصر. فدي حاجة أنا مبسوط منها اللي أنا بعديهم الحمد لله. مريم أهدافنا إيه في المرحلة اللي جاية؟ عندنا مها عبد السلام ما شاء الله عليها متأهلة أولمبياد أكيد يعني تعرفيها تلعبي معاها. أيوه. فأكيد نجمة كبيرة. طموحنا إيه في المرحلة اللي جاية؟ أدوس على نفسي أكتر وأني أبدأ أعمل حركات. الكلمة اللي قلتيها أدوس على نفسي أكتر دي كلمة يعني ما شاء الله عليك بجد تفضلي. وأعمل حركات جديدة تكون درجة صعوبتها أعلى إن شاء الله ربنا. نوصل لفين؟ لا مش هسيبك. نوصل لفين؟ عايز توصل لفين؟ عايزة أوصل الأولمبياد إن شاء الله. عايز تروح الأولمبياد. زياد طموح مريم أولمبياد طموحنا. انا طموحي الصراحه بيكون سنه بسنه مش على فتره طويله. يعني انا طموحي السنه الجايه اللي انا اخش بطوله عالم الناشئين واعمل فيها حاجه حلوه لمصر. بس فده طموحي السنه دي اكتر حاجه نفسي فيها الصراحه. ما اقدرش والاولمبياد طبعا بس ما اقدرش افكر لكذا سنه، بحب افكر في سنه بس يعني واعمل نتيجه حلوه للنادي يعني ان شاء الله. طموحهم كبير جدا، بنساعد ازاي من النادي من اتجاهه بصراحه. ولا حاجه، اي حاجه هم بيحتاجوها احنا بننفذها بنقف جنبهم. يعني ساعات ممكن ساعات مثلا ولد يجي يقول لي او بنت مثلا تيجي تقول لي انا عايزه جواب غياب، جوابات غياب من اول اليوم لحد اخره اديها جوابات غياب. واخبر حضرتك اي حاجه هيبقى دكتور عايزه دكتور، حصل اصابه عايزه دكتور حالا يجي الدكتور. كل ما هو حاجه اداريه احنا بننفذه لهم. واحد تعبان بنقدر نساعدهم بره بصراحه لما يسافروا بره بنقدر نساعدهم او ناهب لهم المكان او نشوف المكان ده مناسب ولا غير مناسب. بمعنى لو سافر بره مصر يعني النهارده هختار ان انا هعيش في امريكا فباخد السكولرشيب ولا باجي اعرض عليك واقول لك كابتن طارق انا عندي كذا وكذا فنقدر نساعد معاك. بياخدوا راي فني لكابتن طارق نبيل. كابتن طارق نبيل هو اب روحي ليهم كلهم بامانه سواء لاعبين او مدربين هم بيرجعوا له في كل حاجه، مرجعيه عندهم بكل حاجه. فاللي بيسافر بره يعني مها اعتقد ان هي سالت كابتن طارق برده في الموضوع بتاعها قبل ما تسافر. بلال عايز يسافر برده راح كلم كابتن طارق برده. دول لما هيخلصوا هيبقوا عايز حد عايز منهم يسافر هيسالوه. كابتن مريم الوقت بيجري بسرعه، عايزك تقولي كلمه اخيره لاسرتك الكريمه وانت نجمه كبيره تعبوا وراكي سنين والنهارده نجمه تقول لهم ايه على هوا. عايزك توصل الكاميرا قدامك. بقول لهم شكرا جدا عشان هم تعبوا معايا كتير. و مين اكتر واحد تعب معاك؟ من الاخر ماما قولي لها بقى كلمتين كويسين برضه يبقى فرحانه بيكي اكيد لازم. شكرا يعني شكرا لماما ربنا يخليكي ليا ان شاء الله تكون افرحك دايما تكون فرحانه بيا. صدقيني احلى كلمه ممكن تتقال هي الكلمه دي بعد تعب السنين دي كلها تقول لها الكلمه دي. ببارك لك يا مريم واقول لك الف مبروك وان شاء الله تقابلك وانت بطله اولمبياد باذن الله في القريب العاجل. كابتن زياد نورتني وشرفتني. وبكده خلصت الفقرة الثانية في النهاردة معانا، لكن لسه ناقص لنا آخر لاعبين، اثنين لاعبات هيخشوا إن شاء الله بعد الفاصل اللي جاي.